بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم طلاب المستوى الثالث بدبلوم السلام والصحة المهنية بالتالي لسلامة المشاريع. وكنا في آخر محاضرة تكلمنا عن أهم المجالات أو أهم الأنشطة التي تحتاج إلى أنظمة سلامة وصحة مهنية، مع اتفاقنا على أن أي مكان يوجد فيه إنسان أو يوجد فيه معدات أو آلات هو مكان يحتاج إلى تطبيق الحد المناسب من إجراءات الصحة والسلامة المهنية. ولكن بالتأكيد كل ما زاد تعقيد المكان العمل، وكل ما كثرت المعدات وكثرت المواد المستخدمة وكثر الأشخاص الموجودين في مكان العمل كالمصانع مثلا، كل ما كانت حوجتنا إلى خطط سلامة وصحة مهنية أكبر، وكل ما كانت الحاجة إلى إجراءات صحة وسلامة مهنية أدعى. تكلمنا بالأمس عن السلامة المهنية أو السلامة والصحة المهنية في المصانع وأهميتها، وأهمية الإشراف على ذلك من قبل الجهات الرسمية والحكومية. وتكلمنا عن مخاطر المعدات والآلات وكيفية التحكم فيها. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن السلامة في المنشآت التعليمية وبالذات المدارس، وبالذات المدارس. بلا شك المدارس أماكن تعلم تحتوي على يعني فلذات الأكباد وعلى الأطفال الصغار الذين هم جيل المستقبل، الذين هم جيل المستقبل. ومن هنا جاءت الأهمية الإضافية للمحافظة على سلامتهم وعلى صحتهم بعيدا عن الأضرار وبعيدا عن المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل محيط المدرسة، داخل محيط المدرسة. فتشمل الصحة والسلامة المهنية ابتداء فيما يتعلق بالسلامة المدرسية اختيار الموقع المناسب، اختيار الموقع المناسب لبناء المدارس، لبناء المدارس. إذ أن كثير من الحوادث، خصوصا حوادث السير وحوادث السيارات والاصطدامات التي نسمع عنها في المدارس، يكون سبب أساسي فيها الموقع، موقع المدرسة نفسه، يكون موقع على خط سريع أو على طريق كثير الزحام وسرعة السيارات فيه سرعة عالية، وبالتالي تحدث الحوادث أو تزيد نسبة الحوادث عن الحوادث التي يمكن أن تقع في أماكن أخرى فيها مدارس. فتشمل إجراءات الصحة والسلامة المهنية موقع البناء ابتداء، بحيث يجب إنه لا يتم التصديق والتصريح ببناء المدارس إلا وفق اشتراطات خاصة تضمن سلامة المتواجدين في هذا المبنى من حوادث السير التي يمكن أن تقع بسبب وجود المبنى أو الموقع بالقرب من التقاطعات الخطيرة أو خطوط السير السريعة. كذلك يشمل ذا مبنى الخدمات والصفوف الدراسية والصالات والمختبرات والورش الصناعية والممتلكات الثابتة، كلها يجب أن يكون الموقع المبنية فوق موقع مستوفي لاشتراطات السلامة والصحة المهنية التي توضع من قبل الجهات الرسمية كالدفاع المدني. ثانيا يجب أن يتم الحصول على الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية الواجب وفرها من الجهات الرسمية كوزارة العمل، كالدفاع المدني، وزارة الصحة، التأمينات الاجتماعية. كل هذه الجهات من الجهات التي تصدر وتصمم بعض الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل. كذلك من اشتراطات السلامة والصحة المهنية المتعلقة بتصميم المباني أنه يجب أن تستخدم مواد ذات جودة عالية في بناء المدارس، حتى نضمن عدم انهيارها وعدم التشققات والعيوب الهندسية.
كذلك أن يتم تصميم المباني بما يضمن دخول أشعة الشمس وبما يضمن دخول التهوية المناسبة من أجل تجديد الهواء، لأنه كما تعلمون الصفوف الدراسية من الأماكن الضيقة نسبيا والتي تحتوي على عدد مقدر من الطلاب، وبالتالي كان لابد من توفير نظام تهوية طبيعي أو صناعي كافي لتجديد الهواء لتقليل فرص انتقال العدوى والأمراض الناتجة عن الظروف الفيزيائية الخطيرة أو الضارة. كذلك من الاشتراطات العامة في السلامة المدرسية توفير مساحات كافية لضمان التهوية الصحية، يعني ليس فقط توفير منافذ الهواء للدخول والخروج، بل حتى المساحات الفضاء أو الميادين لابد أن تكون كافية من أجل التهوية الصحية. كذلك فيما يتعلق بارتفاعات المباني، يجب أن يتم تصميم المباني على أساس دور المدارس الابتدائية ودورين للمدارس المتوسطة وثلاثة أدوار مثلا للمدارس الثانوية، لأنه كل ما كانت الارتفاعات عالية كل ما كان الخطر عالي، خصوصا في حالات الطوارئ، خصوصا في حالات الطوارئ والإخلاء. وأظن الاشتراطات الجديدة حقت الدفاع المدني تنص على ذلك، أنا ما اطلعت عليها تحديدا، ولكن لعلها في البناء الجديد، بناء المدارس الجديد تنص على تشريع كهذا التشريع أو قريبا منه. المدارس الابتدائية أطفال صغار يكونوا دور واحد من أجل سهولة إخلائهم، مدارس المتوسطة دورين لأنهم أوعى نسبيا ويستطيعون التصرف أكثر من طلاب الابتدائي، والثانوي هم أشخاص ناضجون. أيضا من الاشتراطات أن تتلائم الفصول الدراسية مع عدد التلاميذ، وأن يراعى في ذلك المعايير الخاصة بالمساحة المخصصة لكل طالب في جداول، يجب أن تراعى في هذا الصدد بحيث لا تزدحم الفصول الدراسية بالأشخاص، لأن هذا سيجعلهم عرضة لكثير من المخاطر، منها مخاطر انتقال العدوى وبعض المخاطر التلاؤمية المتعلقة بمساحة مكان وجود الطلاب. أيضا من الاشتراطات تصميم المباني بما يتناسب مع خفض درجة الضوضاء، كأن تكون الصفوف معزولة وأن تكون أماكن هذه المدارس بعيدة عن أماكن الزحام وأماكن الضوضاء، وكذلك تأمين المداخل والمخارج بما يكفي أعداد الطلاب، يكون مخارج الطوارئ والمداخل كذلك كافية لأعداد الطلاب، وجود ضرورة وجود سلالم للطوارئ بشكل كافي باتساع كافي وبعدد كافي حتى لا يتعرض الطلاب لمخاطر أثناء خروجهم ودخولهم، خصوصا في حالات الطوارئ، في حالات الطوارئ. كذلك من الاشتراطات يجب التشيك على مباني المدارس للتأكد من عدم وجود أي عيوب هندسية في الأسوار أو في الدرج أو في أي مكان داخل المدرسة، يجب التأكد من خلوه من العيوب الهندسية. كذلك أن يتم وضع حواجز لحماية الدرج والسلالم ذات الارتفاعات العالية ضمن شروط السلامة، وغيرها من الاشتراطات العامة التي يجب أن تتوفر في المدارس. واحد أيضا من الاشتراطات المهمة جدا أنه لا بد أن يكون هنالك شخص مسؤول عن ملف السلامة المدرسية، حتى لو كان هذا الشخص معلم أو أستاذ في المدرسة، وإن كان يفضل أن يكون هذا الشخص شخص مختص ومتفرغ لهذه الأمور، خصوصا والمدارس التي تحتوي على مرافق كبيرة على معامل مثلا زي المدارس الثانوية أو المتوسطة. المخاطر في المنشآت التعليمية عموما هي لا تختلف عن المخاطر الموجودة في أي مكان عمل، في أي بناية، لكن بالتأكيد هنالك مخاطر خاصة بالمدارس تزيد في
المدارس اكثر من وجودها في غيرها، زي ما ذكرنا في المستشفيات مثلا المخاطر كلها موجوده، كهربائيه، حريق، ربما ميكانيكيه وخلافه. لكن المخاطر الاكثر توقعا في المستشفيات اتفقنا انها المخاطر الصحيه المتعلقه بالعدوى والمخاطر الكيميائيه، بالاضافه الى خطر الاشعاع بنسبه من النسب. ولكن ابرز المخاطر في المستشفيات الكيميائيه والصحيه او البيولوجيه. في المستودعات مثلا كل المخاطر موجوده، لكن اكثر المخاطر توقعا في المستودعات هي مخاطر الحريق. وكذلك في المدارس كل المخاطر موجوده، عندنا المخاطر الكهربائيه، مخاطر التهويه، مخاطر الصحيه، العدوى، عندنا المخاطر الميكانيكيه قليلا نوعا ما قليلا، لانه لا توجد معدات والات بشكل كبير داخل المدارس. ولكن المخاطر الموجوده بشكل اكبر داخل المنشآت التعليميه هي مخاطر العدوى او مخاطر انتشار العدوى ما بين الطلاب، اللي هي المخاطر البيولوجيه، بالاضافه الى مخاطر التصميم الانشائي ومخاطر التمديدات الكهربائيه والمخاطر الشخصيه الناتجه عن المختبرات او التعامل مع المخلفات الكيميائيه، بالاضافه الى كيفيه التعامل مع المواد الكيميائيه وطرق تخزينها والتعامل معها ومناولتها. كذلك المخاطر البيئيه زي الضوضاء والتهويه وعرضنا للتقلبات الجويه، والمخاطر التي تنتج عن العمل في الورش والمعدات خصوصا في المدارس الصناعيه، في المدارس الصناعيه، مخاطر الصحيه، مراقبه العدوى، لانه المدارس احيانا اذا كان ما فيها نظام تخلص من النفايات بشكل فعال يتسبب ذلك في تكاثر الذباب وتكاثر الحشرات الناقله للامراض، مما يزيد من فرص انتقال العدوى من الانسان الى الانسان او من الحيوان الى الانسان بشكل كبير جدا. برضو من المخاطر المتوقعه جدا داخل البيئات المدرسيه مخاطر الحريق، مخاطر الحريق. لذلك لابد من وضع خطط للطوارئ والاخلاء حسب طبيعه المنشاه وحسب البيئه المحيطه بها. والان اداره التعليم من الادارات يعني المهتمه جدا بملف السلامه والصحه المهنيه، وعندهم الفير دريل شيء اساسي معمم على كل المدارس، انه يتم اجراء الاخلاء الوهمي للطلاب في فترات متقاربه، حتى كل ربع دراسي تقريبا او كل سنه دراسيه، حتى يتعود الطلاب على كيفيه التعامل مع المخاطر حال وقوعها. طيب بالنسبه للاحتياطات، الاحتياطات الوقائية أو قبل الاحتياطات لابد أن نتعرف على الأسباب الجذرية وراء المشاكل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في المدارس. أول هذه الأسباب التي تؤدي إلى ضعف السلامة في المدارس هو عدم وجود سياسة واضحة للسلامة المدرسية، سواء كان هذه السياسة عند إدارة التعليم أو في المدرسة نفسها. وفي السعودية ولله الحمد زي ما ذكرنا توجد إدارة للصحة المدرسية أو للسلامة المدرسية فعالة جدا، تعمل على قدم وساق على تطوير السياسات وإجراءات السلامة المدرسية. كذلك من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف سياسة السلامة المدرسية اللي هي قصور الميزانيات، إنه ما في ميزانيات وأموال مخصصة لهذا الغرض. كذلك من الأسباب قصور الرقابة والإشراف وقصور المتابعة وقصور في الجدارات والثقافة بالصحة والسلامة المهنية لدى إدارة المدارس ولدى المعلمين ولدى المعلمين. طبعا الطلاب قد لا يلاموا على هذا الشيء لأنهم ربما يكونوا صغار في السن وأحداث وأطفال، ربما لا يلاموا على عدم وعيهم وعلى عدم
عدم ثقافتهم في السلامة والصحة المهنية. أيضا واحدة من المخاطر الموجودة في المدارس هي المخاطر النفسية التي يمكن أن يتعرض لها الطلاب نتيجة تعامل زملائهم معهم بشكل عنيف، بالتحرش اللفظي أو بالتمييز أو خلافه، وكذلك من المخاطر المشابهة لذلك التعنيف الذي يمكن أن يتعرض له الطلاب حتى من قبل الإدارة أو من قبل الأساتذة، وأحيانا قد يصل هذا الأمر إلى الضرب بشكل عنيف وبشكل فيه الكثير من الغبن والإهانة والسخرية من الأساتذة ومن الطلاب، الأمر الذي يشكل مخاطر كبيرة جدا على الطلاب في سلامتهم النفسية وسلامتهم البدنية، سلامتهم البدنية. الشاهد أن المدارس تحوي الكثير من المخاطر والمهددات الملحة والتي بالتأكيد تؤدي إلى تقليل التحصيل التربوي لدى الطلاب، وتتطلب حزما صارما من الإجراءات الاستباقية والتصحيحية التي تقع على عاتق الوزارة أو الدولة، ويجب أن تراقب هذه الإجراءات عن طريق متخصصين حرصا على سلامة التلاميذ مقابل الأموال الباهظة التي تنفق في عملية التعليم. لا بد من الحفاظ على بيئة وسلامة الطلاب في المدارس. الحلول المقترحة لكي نحصل على بيئة مدرسية آمنة وسليمة، أولا لا بد من صياغة سياسات واضحة، لا بد من صياغة سياسات واضحة تهدف إلى تنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية عبر خبراء متخصصين في السلامة المدرسية. أيضا إعادة تنظيم الشأن الإداري لشؤون السلامة والصحة المدرسية، وذلك بتخصيص أقسام إدارية حكومية وخاصة تهتم بهذا الشأن وتخطط له، ولا بد من منح هذه الإدارة صلاحيات واسعة في الرقابة وفي الإشراف في التدريب للعناصر التي يناط بها أن تقوم بهذا الدور في المدارس. كذلك من الحلول التوجيه بإيقاف أي نشاط مدرسي به مخاطر ومهددات صحية وأمنية، سواء كان هذا النشاط يتعلق باللعب، سواء كان هذا النشاط يتعلق بالدراسة والمختبرات والتطبيق العملي. أيضا تدريب المدرسين والمعلمين والمسؤولين على فنون التعرف على مختلف أنواع المخاطر والتفاعل السليم معها، لأنه كما ذكرنا السلامة مسؤولية الجميع. كذلك من الحلول تحديد جهات مؤهلة ومعتمدة لإجراء الإصلاحات والتعديلات الفنية المطلوبة بالمباني، لأنه بعض المباني المدرسية لا يوجد فيها مخارج طوارئ، ولا يوجد فيها نقاط تجمع، ولا يوجد فيها تهوية مناسبة، وفيها كثير من العيوب الهندسية التي تشكل خطرا كبيرا على المتواجدين في هذا المبنى. كذلك لا بد من تفعيل مبدأ المحاسبة والمراقبة والتحفيز والعقاب وتدوين الشكاوى والملاحظات عن أي مظهر يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، يتعلق بالسلامة والصحة المهنية. هذه كانت بعض الحلول والاقتراحات التي من شأنها أن تحد من المخاطر الموجودة في البيئات المدرسية، سواء كان ذلك على مستوى السياسات أو الخطط. ولعلنا في المملكة العربية السعودية قد قطعنا شوط كبير جدا في مجال توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر، آمنة وخالية من المخاطر. طيب، في المحاضرة التالية إن شاء الله سنتكلم عن الاحتياطات الوقائية التي يجب اتخاذها في المدارس في الأنشطة اليومية التي تتم في المدرسة. إذا كان في أي سؤال أو أي استفسار فالفرصة متاحة لكم للتداخل.
تفضل يا سليمان. الله يعطيك العافية يا باشمهندس. أنا مداخلتي بس بخصوص اللي هي الأسباب الجذرية اللي أنت ذكرتها. اللي هو واحد عدم وجود سياسة واضحة لإجراءات السلامة وقصور الميزانيات وقصور الرقابة والمتابعة. الفقرة الرابعة إيش؟ قصور في أول شيء قصور في السياسات. إحنا قلنا في أسباب جذرية اللي هو المخاطر في المنشآت التعليمية. أيوة. اللي هي عدم وجود سياسة أولاً. واحد عدم وجود سياسة واضحة لإجراءات السلامة. عدم وجود نظام إداري يهتم بي 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 بهذا الشأن. يعني ممكن تكون في سياسة لكن ما في نظام إداري يطبق هذه السياسة. فأولاً طيب. عدم وجود سياسة واضحة اللي هي تهتم بالسلامة وعدم وجود نظام إداري وقصور في الميزانيات. ما في ميزانيات أموال يعني تصرف. طيب يعني هذه فقرة واحدة اللي هي قصور إداري وقصور في الميزانيات وقصور النظام الإداري. أيوة هذه كل واحدة لحالها. لأنه ممكن يكون عندك نظام إداري لكنه عاجز غير قادر على تطبيق سياساته لأنه ما عنده أموال. طيب أنا أعتقد أنه هذا النظام الإداري يندرج تحت قصور في الرقابة والمتابعة. لا لا يعني ممكن ما هي الرقابة والمتابعة نفسها قد تحتاج لميزانيات. عرفت؟ القصور في الرقابة قد يحتاج يكون بسبب الميزانيات. والرقابة لا تكون عن طريق الإداريين نفسهم إنما تكون عن طريق المختصين. فالنظام الإداري أو هيكل الإداري حتى إذا كان موجود هذا لا يعني إنه النظام الرقابي فعال. لأن النظام الرقابي يحتاج إلى مختصين وخبراء في المجال نفسه. طيب جميل. ممكن يكون في نظام إداري ولكن جميل. إذن لكن الرقابة فيها خلل والمتابعة فيها خلل والجدارات والثقافة فيها خلل. طيب قلنا واحد عندنا عدم وجود سياسة واضحة لإجراءات السلامة. اثنين قصور ميزانيات ونظام إداري. ثلاثة قصور رقابة والمتابعة. وفي بند رابع أنت ذكرته بس ما لحقت تسجله. إيش هو؟ الثقافة والجدارات. الجدارات مقصود بها يعني حتى لو في أشخاص مسؤولين عن ملف السلام والصحة المهنية ولكنهم ليسوا أكفاء بما يكفي. غير مهيئين. غير مؤهلين. يعني الجدارات الكومبتنسيز اللي هي فيها المهارات وفيها المعارف. يعني عندهم المعرفة ليس لا يتوفر عندهم المعرفة والمهارة الكافية للقيام بالمهام. وكذلك الثقافة نقصد بها الوعي. نقصد بها الوعي بأساسيات السلامة. جميل جميل. شكرا يا باشمهندس. العفو والعفو يا سليمان. في أي سؤال يا شباب؟ أي استفسار؟ طيب إلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة أترككم في أمان الله وحفظه ورعايته.